مش اخوان متابعي ومتابعات قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من مدينة اسفي. صباحكم سعيد ورمضان مبارك، ندخل عليكم ان شاء الله بالصحة والسلامة وتطلع عمر باش ما تمنيتو ان شاء الله. اذا الاخوان والصوت عندكم مسموع قبل ما نبداو؟ اخوان والصوت عندكم مسموع قبل ما نبداو؟ اذا مزيان اذا احنا حاليا متواجدين في كورنيش مدينه اسفي، كورنيش مدينه اسفي الوضعيه الراهنه اللي كتشوفوها معنا كيفاش كتعيش بعد ما قررت مولا الدار انها تطردهم من المنزل ديالهم. بعيد ديال رمضان، بعيد هذا الحر ديال رمضان والتماره وكورونا جميع المصائب اللي يقدر يواجه ربط الأسرة فيها الفقرة هذه اللي كيمر منها. هانتوما كتشوفو الحالة ديالو، غاتسمعو عندو القصة ديالو، كتبانجو عندو وليد، هانتوما كتشوفو. السلام عليكم أيوب، شدير أخويا؟ الحمد لله بخير. أيوب قدم لينا راسك في المغاربة اللي كيشوفوك، العمر ديالك أيوب والهويات ديالك. سميتي أيوب بن طاهر، عمري 27 سنة، مرتي سميتها رقية، ولدي سميتو يوسف. المهم أنا هاد الأيام هادي ضريت بزاف، من لحقاش كنا خدامين بجوج، دابا مبقاش خدامين بجوج، ولات خدامة بوحدي، ديال غير المقلة ديال الشراك تنخدم بها في رمضان هذا. تخدم عندك المقلة ديال الشراك؟ المقلة ديال الشراك واه. كتهبط شي بخويتات؟ من المرسى، تنطلع المهم داكشي تنصور، نصور خسرو على ولي على ولدي وعلى مرتي. قليل اللي تنخلي شي ترشيط شي حاجه، عندي ترشاش لي اكثر من ترشاش لي الدراري يوميا تشرب 15 ملي في النهار، هذاك ديال الحليب يوميا 15 ملي في النهار ما تترضاوش. المهم السيده تنخلصوها في كل شهر، المهم في الشهر هذا ما خلصناهاش، جات تقول لنا خلصوني هذه، قلنا لها ودي ما عندناش اللي غنجيبوا الفلوس، راك عارف الوقت صبر معانا كما ما كناش شحال هذيك نخلصوك في نهارك. تفضل تقول لينا لا ما نعرفش عليكم، لاحت لنا حوايج برا، لاحت الحوايج برا، لاحتهم لاحت الحوايج برا، طلبوا على الناس باش طلبوا على الناس، طلبوا على القدام وسميتو جاو سميتو عاد تدخلوا الناس تاع السلطه، عاد السلطه عاد عاد دخلتكم الدار. دابا راه تنخلصوا حدا الشهر شحال كانت كريمه عندها؟ شحال كريمه عندها؟ 8000
400 درهم ماشي شي حاجه كثيره تمنى لها برا اللي الله يرضى عليك يا بابا صافي وسميتو تمنى تخلصوا 8000 ريال في الشهر وهالزيد هذا ماشي عما ما ضيعناها ولا راه ديما تخلصوا باش تصبر عليا مابغاش تصبر عليا بقات لينا 3 ايام ونخو 3 ايام دارت معكم 3 ايام من هنا 3 ايام خرج في راه الشهر دابا راه الشهر الثاني عاوتاني من اللي باقي ما خلصتوش داخل الشهر الثاني دابا بدينا نسرقوا قلبوا بلاصه اخرى ولات نلقاو مشاكل حتى مع الجيران ماشي غير معايا حتى مع الجيران مع الناس فهمتيني حتى لدرجه انا وليت نعس في الزنقه باش نقدر ندخل الناس في المحل ديالي وليت ندير هنا في جهه الكاك مفرش حوايجي نعس في الزنقه باش ما نبقاش نسمع داك الصداع ديال الناس لحقاش انا عندي مسؤوليه واش غندير شي حاجه اللي غنمشي ندم عليها فهمتيني ما نقدرش ندير شي حاجه اللي غندم عليها وليد على حسب على قبل يوسف انا صافر على اي حال. اذا متابعينا ومتابعاتنا الكرام سمعتوا القصه ديال ايوب. ايوب اب للطفل باقي رضيع كيحتاج انه يشرب بزاف ديال الحليب. الصحه ديالو على قد الحال كتشوفوا الوالده ديالو مريضه محتاج فقط 400 درهم ديال الكرا ديال الشهر. فكرهت الاخوان انا يكون لو بارطاج لو ماكسيموم بوسيبل باش انه تكون المساعده اللي تقدر تقدم لايوب والاسره ديالو. ومن جات عافاك راه سبقنا انك بزاف ديال الكومونتير بنفس الموضوع والناس تكلفوا في هذه المساله هذه ام نجات بركه اختي ما تبقاي تكتبيها في الفيسبوك عيطنا لك البارح وتكلفوا معك الناس لا داعي انك تبقاي تكتبيها بزاف. اذا يا اخوان كيف ما كتسمعونا وكيف ما كتشوفوا على الوضعيه اللي كيعيش فيها هذا الاب وهذا الام وهذا الرضيع هذا في هذه الظروف هذه القاهره في عز رمضان الشمس كتضرب هنايا السيده خرجاتهم ما عقلاتش عليهم. اذا حنا كمغاربه الدور ديالنا الان في هذه اللحظات هذه اننا نضامنوا ونقدموا يد المساعده لايوب الزوجه ديالو. اذا اخوان بغينا لو ماكسيموم بوسيبل اخوان ديال البارطاج الاخوان قبل ما نساليو اللايف ونتحل المشكل ديال ايوب وقدرنا اننا نجمعوا ليها الاخوان 8000 ريال ماشي شي حاجه كثيره الاخوان نقدروا نضامنوا بها مع ايوب ونعاونوا الاسره ديالو عنده شهر ديال الكرا وهو شهر اخر. اذا اخوان ماشي شي حاجه كثيره ولكن هنا ضامنا الاخوان وتعاوننا كاملين ان شاء الله غادي نحلوا ليه المشكل ديال ايوب. امين الله يحفظك. عرفتك عرفت صغير في الزنقه مسكين وعندهم مشاكل بزاف لا لاكارت لا حتى شي حاجه وهي مسكينه الولد ما يمكنش ان هذا الولد غادي يضيع ما يمكنش احنا كاع عندنا الوليدات وكل شيء الله يخرج سيرفيسكم على خير الله يرجع سيد ربي ينقي طريقكم ويسهل عليكم عافاكم الا ما شوفوا مع هذا الله يرجع سيد ربي يبعد علينا البلاء راه ملي تينعس في الزنقه وكيدوزوا الناس راه كلها كتاسف اش من بلاد هادي ملي بان دري قاعد في الزنقه ناعس في الزنقه ما يعرفش شي حد غيقتلوه ولا شي حد غيدير ليه شي حاجه. الله يجازيكم بخير الله يجازيكم بخير ويبعد علينا هذا الوباء الا ما حنوا في هذا الدري حنوا في هذا الدري حن فينا الله سبحانه وتعالى حنوا في الدري حن في الدري الحمد لله انا راه ايفو قال لي طه انت راه ما غاديش يكون شكرا شكرا الله يحفظك الله يحفظك شكرا بزاف شكرا بزاف يا رب كنتي ساكنه حداهم حتى انتيا؟ هذا راه سكن حدايا ملي كانت عنده 13 عام وغنكتبوا والله الا سكن حدايا هو وامو ملي كان عنده 13 عام وهو دار تاعي وجا للدريبه اللي ترعرع فيها وما حنوش فيه هاد الجيران وهذا مسكين دركا هو ووليدو ومرتو ناعسين في الزنقه ما لا كارت قال لك ما وافيه لي مولات الكرا جرات عليه قالت لي خلصني في الكرا هو ما عندوش وديروا على حساب هذاك الوليد تعاونوا معاه الله يجازيكم بخير على حساب هذاك
ماشي شي ما عنده سمعه زوينه، ما كيشرب ما كيتحسش ما والو، على قبل هذاك الوليد على قبل هذيك بنت الناس، حتى حنا راه حنا وليين الله يخلص لنا الشعب. اذا انتم ما كتسمعوهم شهادات حصريه ان شاء الله فمي، والناس كيكذبوها على هذا. الله يكبر معايا هذا الدري مني كانت عنده 13 عام هو وامه هنا في الدريبه، وطالت الزمان وهو دار تعيا ورجع للدريبه، كون ما كناش حنا اللي كنعرفوه والعيالات كيعرفوه ما غيحنوش فيه، غيخبوه الدريبه ولكن كيروفوا عليه باش ما يروحهاش. ولكن تا السكنه والحاله المدنيه ولا كارت راه بنادم ما لقى باش يهدو فيه، تعاونوا معاه الله يخلص سيرفيسكم على خير. الله يحفظك، شكرا. لان الشهادات حيه من الجيران ديال ايوب والزوجه ديالو، حي شعبي في مدينه اسفي. اذا انتم كتسمعوهم هادو الجيران، جوج جارات ديالهم، الجاره الاولى والجاره الثانيه، عطاو شهادات لله في سبيل الله، شهاده حق يذكروا فيها الحسن الخلق ديال ايوب وديال الزوجه ديالهم. عنده وليد انتم كتشوفوه، اذا ما فيها التعب الاخوان الا الضام. انتم كتسمعوهم في وسط حي شعبي، لولا هاد الظروف القاهره، لولا هاد كورونا هذه، لما كنتوش تقدروا، ايوب ما يقدرش يمد وجهه حتى هو يشوفوه ولا شي حاجه، ولكن الازمه كتخلي انا بنادم يخرج يطلب عباد الله باش يعاونوه. حنا كمغاربه معروف علينا التضامن الاخوان، اذا لو ماكسيموم بوسيبل الاخوان تعاونوا مع بعضياتنا الاخوان في الحاله ديال ايوب، ونوصلوها ونحلوا المشكل ديالو الاخوان لو ماكسيموم بوسيبل الاخوان، على ود هاد الاسره هذه الصغيره الاخوان، غادي نتعاونوا معاهم كاملين ونحلوا لهم المشكل ديالهم.